العالمين يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، اجبر قصرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم انك تعلم اننا ضعفاء فقونا، وتعلم اننا فقراء اليك فلا تحوجنا الى غيرك. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم استر العورات وامن الروعات. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. عجز الطبيب فداونا، كثر الفساد فنجنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في الحلال مهما كان قليلا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ألهمنا قبل الموت توبة، وألهمنا عند الموت شهادة، وألهمنا بعد الموت رضا، وارزقنا جنة ونعيما. وأشهد أن لا إله إلا الله، بذكره تطمئن القلوب، وبعفوه تستر العيوب، وبرحمته تغفر الذنوب. إلهي، ليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. كل الذين يعيشون اليوم على ظهرها غدا سينامون في بطنها تراب. كل الذي فوق التراب تراب. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اوجفت جفت، واذا نعت نعت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض هجنا وما هجنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، لما على مات. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اسقي بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدح، فإذا أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين؟ إلى السجل المدني. سجل من؟ سجل الرحمن، سجل الرحمن. إلى اللوح المحفوظ، إلى أم الكتاب، إلى أم الكتاب. وكل شيء أحصيناه كتابا. ولماذا؟ ولماذا؟ أما لماذا فمع الدرس الثاني والخمسين بعد المئة الثالثة. لماذا؟ لأستخرج صحيفة السوابق لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا السوابق فإنما نقصد بها سوابق الخير، فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان خير ثمرة في خير شجرة نبتت على وجه الأرض.
سيرته خير سيرة وعترته خير عطرة وشجرته خير شجرة نبتت في الحرم وبثقت في كرم فتعالوا لنرى ماذا كتب الشاهدون للحبيب محمد. تعالوا لنستخرج الشهادات. وقبل ان اقلب الصفحات الطاهرات التمس المعذرة اولا من رسول الله. فمن انا وما انا؟ من انا حتى اقف امام بابك؟ وما انا حتى اجرؤ على ان اخطو خطوة الى شاطئ بحره؟ ولكن اسمح لي يا سيدي يا رسول الله اسمح لي، فان مثلي ومثلك ان مثلي ومثلك كمثل اعرابي ضل الطريق في بحر الصحراء فظل يضرب يمينا وشمالا حتى طلع عليه القمر فاهتدى بنوره. فنظر الاعرابي الى القمر في علياء سمائه وقال له عاجبا: انا لست ادري ماذا اقول لك ايها القمر، ااقول لك نورك الله؟ لقد نورك. ااقول لك رفعك الله؟ لقد رفعك. ااقول لك جملك الله؟ لقد جملك. وانا يا سيدي يا رسول الله لست ادري ماذا اقول لك. اقول لك نورك الله؟ وقد قال فيك مولاك: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اقول لك رفعك الله؟ وقد قال فيك مولاك: ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اقول لك جملك الله؟ لقد قال لك مولاك جل جلاله وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ابعد السراج المنير جمال؟ ابعد النور نور؟ ابعد هذه الرفعة من رفعة سيدي ابا القاسم يا رسول الله؟ اسمح لي ان اقول لك ما قاله رب العالمين فيك، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. خلق، هذه شهادة الله. وكفى بالله شهيد. لم يقل له: انك على مال كثير، او انك لذو جاه عريض، او انك على جمال باهر. انما قال له: وانك لعلى خلق عظيم. وتأمل معه، لم يقل له: انك لذو خلق عظيم، ولم يقل له: وانك لصاحب خلق عظيم. لو قلت لإنسان إنك ذو خلق عظيم فإن كلمة ذو أو كلمة صاحب قد تفيد أنه اليوم في خلق وقد يزاوله الخلق بعد ذلك. فكم من أناس كانوا على أخلاق فلما فتحت عليهم الدنيا فحللوا من هذه الأخلاق: إذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. الناس أنواع وأجناس. فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن ادهم فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن ادهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه
لا يضاع بدرهم. ولذلك لم يقل له مولانا انك لذو خلق او صاحب خلق، انما جاء بحرف يدل على التمكن والاستعلاء، على انك لعلى خلق عظيم، اي انك متمكن من الاخلاق مكانة عليا، فانت الاخلاق والاخلاق جزء منك. وذلك كما قال تعالى اولئك على هدى من ربهم، لم يقل اولئك الذين اهتدوا، انما قال على هدى، اي انهم تمكنوا من الاخلاق تمكن المستعلي على ما فوقه. وانك لعلى خلق عظيم، هذه شهادة الله كما صحيفة سوابقه في القرآن. اذا اردت ان تقرأ صحيفة سوابق المصطفى في القرآن فاعلم بان الله تعالى زكى عقله، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هذه شهادة الله لمن؟ لسيدنا محمد. تعالوا معي بعد ذلك لنقرأ شهادات العباد لخير العباد. وهنا أجدني أقف على شاطئ بحر لا ساحل له، كلما أرسلت الطرف رجع البصر خاسئا وهو حزين من هول ما يرى، وكلما حاولت ان اسبح في تلك البحار رايتني بين معترك الامواج ريشة في مهب العواصف، وكلما حاولت ان اغترف غرفة بيدي رايتني اقف في وحدة سحيقة وأطل بناظري إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ضراها. فماذا أصنع؟ من أين أبدأ الشهادات؟ وإلى أين أصعد؟ من أين وإلى أين؟ أبدأها من حليمة التي أرضعت. ماذا قالت؟ ماذا قالت حليمة السعدية مرضعة الحبيب المصطفى؟ ماذا قالت مرضع الحبيب المصطفى؟ وهل للرضيع شهادة؟ هل للرضيع شهادة؟ الرضيع الذي ما زال يحبو، الرضيع الذي ما زال ناعم الأصدار، الرضيع الذي ما زال في المهد صبيا، أله شهادة؟ لا رضيع في الدنيا له شهادة إلا الحبيب محمدا. ماذا قالت حليمة؟ قالت وانا ارضعه كنت اعطيه ثدي الايمن، كان يرضع من ثديها الايمن، حتى اذا ما فرغ الثدي الايمن من اللبن حاولت ان اعطيه الثدي الايسر فينظر الى اخواته الاطفال في الرضاعة فيأبى ان يأخذ الثدي الاخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا حبيب الخير، يا من احببت للناس ما تحب لنفسك حتى وانت رضيع. حتى وانت رضيع، لم يكن يعرف الانانية، ولم يكن يعرف حب الذات، لم يكن يعرف الاثارة، وانما عرف الاثارة لحياته، اثر الناس على نفسه، جاع ليشبع الفقراء، وظمئ ليشرب كل ظمآن، وسهر الليالي على راحة الايتام.
الأم. تصوروا هذا، تصوروا أخلاق الرضيع، كان يأبى أن يرفع من الثدي الأيسر حتى لا يشرب اللبن من كلا الثديين. لماذا؟ حتى يترك اللبن لإخوانه في الرضاع وأخواته في الرضاع. أهذا خلقه وهو طفل؟ نعم. فما بالنا، ما بالنا نأكل التراث أكلا لما ونحب المال حبا جما. والرضيع يأبى أن يرتشف رشفة لبن، أبى أن يرتشف رشفة لبن من ثدي آخر بعدما شرب ورضع من الثدي الأول. إنه هو الذي علمنا القناعة، علمنا القناعة عندما قال لنا وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إن كنت تريد أن تعرف ما هي القناعة فتعال معي إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلن على الدنيا هذه الكلمات الثلاث. اسمع، فهو من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح قاصصا على ربه. واسمع إليه في الثانية وهو يقول ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. واسمع إليه في الثالثة وهو يقول ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. واسمع إلى الثلاثة مرة أخرى، من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح ساخطا على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. من قائل هذا الكلام؟ إن قائل هذا الكلام، إن قائل هذا الكلام هو الرجل الذي راودته الجبال عن نفسه لتكون له ذهبا وفضة، فقال بأعلى صوته يا ربي بل أجوع وأشبع، أجوع يوما فأشكرك، أجوع وأشبع، إذا جعت ذكرتك وإذا شبعت سكرتك. اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. إنه الحبيب، إنه الحبيب الذي كان يقوي الأيام والليالي لا يذوق طعاما، وأراد الأصحاب أن يقلدوه في صيام الوصال، لا إفطار ولا سحور، أيام وليال يقضيها لا إفطار ولا سحور. وأراد أصحابه أن يقلدوه في ذلك فقال لهم ومن منكم مثلي إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ربي ويسقيني. وكم من أناس أيام كانوا فقراء كانوا مع الله أغنياء، ولما فتحت الدنيا عليهم الأبواب أكلتهم الأيام من كل جانب. وكثيرا ما قال الحبيب محمد لثعلبة بن حاطب يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يكفيك، ألا يكفيك أنك تصلي وراء رسول الله؟ ولكن ثعلبة ألح في السؤال على رسول الله وقال له سل الله أن يغنيني يا رسول الله. فقال له الحبيب يا ثعلبة أخشى أن تفتح عليك السجن. وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه
كان ينظر من بعيد من وراء الكتب ويستشف الغيوم، كأنه كان ينظر إلى مرآة صافية صفاء البحر ظاهرة ظهارة السحابة في سمائها مشرقة إشراق الشمس في فلكها، كأنه كان ينظر من هنالك ثم من هناك ليرى ثعلبة وقد لعبت به الدنيا فتمرغ في أوحامها وأرجاسها وأجناسها وأنجاسها ولهوها ولعبها وزينتها وزخارفها ونسائها وبنيها وقناصيرها وذهبها ودنانيرها وفضتها وخيلها وأنعامها وحرثها، وكل ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. يا فعلا قليل يكفيك خير من كثير يصريك. فقال له ثعلبة بإصرار: عهد الله علي يا رسول الله إن آتاني من فضله لأصدقن ولأكونن من الصالحين. عهد الله لئن آتاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالح. وهنا يؤكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة التي لو وزنت بأهل الأرض جميعا لمالت بهم، لأنها عهد مع الله. نون التوكيد لأصدقن ولأكونن، والفعل هنا واجب التوكيد لأنه وقع جوابا للقسم ودل على الاستقبال، والفعل مثبت لم يسبقه نفي وليس بينه وبين القسم فاصل. إذا اجتمعت هذه الشروط في الفعل المضارع وجب توكيد: جواب للقسم متصل بالقسم دال على الاستقبال دال على الاستقبال مثبت لم يسبقه وجب توكيد. وكلما ازداد الفعل توكيدا كلما ازدادت المسؤولية أمام من لا تأخذه سنة ولا نوم. عهد الله وأمام هذا الإصرار وذاك العهد توجه الحبيب إلى السماء وقال: اللهم أغني ثعلبة بما شئت. ودعوة الحبيب ليس بينها وبين الله حجاب، بما شئت. ورزق ثعلبة برأس من الغنم ولدت وتكاثرت فاشترى منها بقرا وولدت البقر وتكاثرت فاشترى منها إبلا ولدت الإبل وتكاثرت حتى ضاقت بها شعاب المدينة وجبالها. فماذا حدث؟ المال وبال، المال وبال. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هي القناعة، هي القناعة فاحفظها، تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ انظر إلى أي ميت، انظر إلى أي ميت وضع على مغتسله، هل سمح له المغسل أن يلبس في يده ساعته الذهبية؟ والله الذي لا إله غيره، لقد قص علي أحد الإخوة حادثا
ما زال ماكلا امام عيني كاني اراه الان بعين البصر ونور البصر. اخوان شابان ذهبا الى مدينة بورسعيد ليأتيا ببعض الاشياء من هناك استعدادا لليلة الزفاف. وبينما هما في الطريق الى القاهرة اذ دهمت سيارتهما سيارة اخرى فمات كل من في السيارة بما فيهم هذان الشابان الشقيقان اللذان كانا يستعدان لليلة الزفاف. وطرحت الجثث على الارض ومر المارون بالجثث وكان مع احد الشابين خاتم ثمين يلبسه في احد اصابعه. اتدرون ماذا حدث؟ مر به بعض الناس فلما راى الخاتم في اصبع الميت القتيل اراد ان يخرجه من الاصبع فابى الخاتم ان يخرج لضيقه. اتدرون ماذا فعل الادمي بالادمي؟ ظل يضغط على اصبع الميت حتى كسر الاصبع فاخذ الاصبع والخاتم معه. مؤشر خطير، مؤشر خطير، ان دل على شيء فانما يدل على مدى هذا الضر. الاقدام الذي حضرت اليه البشر ميت، شاب ميت كان يستعد لليلة الزفاف. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم غلبة القبر. وكم من صحيح مات من غير حلة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ايها السادة، فماذا كان حال ثعلبة بعد الغنى؟ اخواني الاعزاء، اعود بحضراتكم من هنالك، من هنالك حيث النبي واصحابه، الى هناك حيث ثعلبة، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، فصلوا على صاحب الاخلاق، واذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لألتقط بالكاميرا الإسلامية والعدسة المشخصة هذا المنظر الرهيب المهيب الجليل. صلى الرسول بالناس إماما، وتلفت وراه يتفقد وجوه المصلين، فلم يجد حمامة المسجد بينهم. أتدرون من تلك الحمامة؟ إنها ثعلبة، كان يسمى حمامة المسجد. ما فاتته تكبيرة الإحرام وراء رسول الله أبدا،
ما قال المؤذن الله اكبر الا وثعلبه كان داخل المسجد. ما نطق المؤذن بالاذان يوما وثعلبه خارج المسجد ابدا. لكن الدنيا لها سحر، لها رميم، لها بريق، لها اسلوب. يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. كان علي يقول اذا جن عليه الليل يا دنيا غري غيري، الي تعرفت ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. اه من قله الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق. وكان عمر الفاروق يقول بأعلى صوته لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة إلا واحدة، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. أين فعلك؟ قالوا أصبح لا يصلي إلا الجمعة يا رسول الله، مشغول بغنمه وبقره وابله. وجاء عليه اليوم الذي ترك فيه صلاة الجمعة، وارسل اليه الحبيب المصطفى، ارسل اليه مندوبا من بيت المال ليأتي بزكاة مال ثعلبة. فتعالوا معي لنرى ماذا قال ثعلبة لموظف الخزانة الإسلامية. قال له بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاة. بلغ صاحبك. ابى ان يذكر اسم رسول الله على لسانه. دنيا تنسي الناس اصول الاخوة. من سكر بحب الدنيا كان اشد ممن سكر بالخمر، لان من سكر بالخمر قد يفيق، اما من سكر بحب الدنيا فلا يفيق الا اذا صدم رأسه جدار القبر، فلا يفيق الا وهو بين معسكر الموتى. كيف في الاسلام زكاة؟ هكذا قرر ثعلبة بن حاطب بعدما تربع في الدنيا على عرش قلبه. وجاء مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع اليه التقرير عن ثعلبة، فضرب الرسول يديه عجبا وقال يا ويح ثعلبة. ماذا جرى؟ ان سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء جبريل نزل على امين السماء والارض محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى الى يوم القيامة. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنقولن من الصالحين. لا تنسوا نون التوكيد، لا تنسوا نون ثعلبة، لا تنسوها. عاهد الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، تولوا بقلوبهم وأعرضوا بأجسامهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ درس من دروس القرآن يجب أن لا ينسى، يجب أن ينقش بحروف من ذهب على صفحات منضود، يجب أن يظل ماثلا في القلب ساخقا إذا ما حاولت الدنيا أن تتمرغ أمامك. الدنيا هي الدنيا، مهما أقبلت فهي مولدة، ومهما ضحكت فهي مبشرة. هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطي وبدي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مضحك. الدنيا لله
والآخرة لله، والمحيا والممات بيد الله، والملك كله لله، والكبرياء لله، والعظمة لله، والبقاء لله، والإرادة لله، والعلم لله، والقدرة لله، والإرادة لله، والوجود لله، والسمع لله، والبصر لله، والكلام لله، وكل شيء بيد الله. قل اللهم مالك الملك. وجاء ثعلبة بماله إلى سيدنا محمد فرده النبي وقال له: ما كنت لأقبل منك شيئا رده الله. ولحق النبي بالرفيق الأعلى، وجاء ثعلبة بالمال لأبي بكر فقال له الصديق: ما كنت لأقبل شيئا رده الله ورسوله. ومات أبو بكر. وجاء ثعلبة بالمال لعمر فرده عمر وقال: ما كنت لأقبل شيئا رده الله ورسوله وخليفته. ومات عمر. وجاء بالمال إلى عثمان بن عفان فرده عثمان كما رده السابقون. ومات ثعلبة في عصر عثمان بن عفان، مات على النفاق، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ويوم القيامة يؤتى كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فينادى من قبل الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. معشر السادة الأعزاء، إذا أردنا الصلاح والإصلاح، وإذا أردنا السعادة، وأردنا الرقي والحضارة، فلنعتني بهذه الأشياء الأربعة: الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام. هذه الأربعة تدور حولها مصادر الرقي. أما عن الأسرة فقد اهتزت أركانها وتحطمت جنباتها، ولقد جلست أستمع بإنصات وخشوع إلى طالب جاء يشكو ما حدث لأبيه بسبب أخيه. أخوه طالب في إحدى كليات الجامعة، دخل على أبيه المتوسط الحال وقال له: يا أبت، أريد أن أتزوج فلانة زميلتي. فقال له أبوه الفائز الذي يسعى على 7 أولاد: ومن أين آتي بالمال الذي أزوجك به وأنا أسعى على إخوتك؟ ثم لم تعلم يا بني أن للزواج تكاليف وتكاليف؟ أولم تعلم أنك إذا رأيت الزوجة وحصلت عليها فإنك لا تحصل على خلو رجل في مسكن؟ وإذا حصلت على خلو الرجل فمن أين تأتي بتكاليف الجهاد؟ إلى آخر هذه السلسلة التي يمسك بطرفها الأول آدم أبو البشر، وبطرفها الثاني إسرافيل نافخ الصور. فقال الطالب الجامعي: ولكني مصمم على هذا. قال له: ولما؟ قال الطالب لأبيه: لأكفر عن خطيئة وقعت فيه. وما هي؟ إنه زنى بها وفض غشاء بقارته، ولا بد أن يتزوج، وليس هناك مال يتزوج به. وسمع الوالد هذا الكلام فنام من شدة الإعياء، فلما استيقظ قبل المغرب بقليل وجد نصفه الأسفل لا يتحرك. أصيب بالشلل، أصيب الوالد بالشلل بسبب ابنه. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذه المفاسد؟
من المسؤول عن الاختلاط في الجامعات؟ من المسؤول عن عري النساء؟ من المسؤول عن فتح الخمارات؟ من المسؤول عن شارع المخروط؟ من المسؤول عن اللهو واللعب؟ والله انا ما زلت اذكر هذا المشهد الذي قرأته في مجلة الدعوة الاسلامية، وقفت امامه مرفوع الرأس محييا ومباركا ومفاخرا، وقفت مترائبا العنق امام فتاة من محافظة الشرقية عرفت ربها، فلما عرفت ربها تمرغت الدنيا تحت رجليها فلم تعبأ بها. هذه الفتاة تخرجت في احدى الكليات الاسلامية، ولما تخرجت وابوها على سراء وغلا، كلما تقدم لها من يطلب يدها اشترطت عليه شرطا واحدا. أتدرون ما هذا الشرط؟ أن تدخل على حصير ووسادة حشوها لون، قطعة من الحصير ووسادة مخدة محشوة بلوح النخيل. ورفضت أزواجا وخاصبين لها لأنهم يريدون أن يجهزوا غرفات وغرفات، إلى أن قبلها أحد الشباب الذي يعرف الله ودخل بها، ولما جلس على الحصيرة سألها هذا السؤال ليلة الزفاف: لماذا اشترطت هذا الشرط يا أختا؟ فقالت له: لأنني لست أفضل من فاطمة بنت رسول الله، وأنت لست أفضل من علي بن أبي طالب. هكذا نامت فاطمة وهكذا نام علي. من عرف الله هانت عليه الدنيا، من عرف الله هانت عليه الدنيا، واصبحت لا تساوي الدنيا عنده شيئا. ولذلك ايها السادة، لما قالت بنت شعيب لابيها عن موسى: يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اختارت في الرجل قوة وابانا، لم تخطر فيه ان يكون احد القنافس او الهيابس، ولم تخطر فيه ان يضع في وجهه الالوان وفي قبره الفلفلة، لم تخطر فيه كعبا عاليا، ولم تخطر فيه زينة الدنيا، انما اختارت فيه قوة وامانة، حتى عجب ابوها شعيب وقال لها: يا ابنتاه كيف حكمت له بالقوة والامانة؟ اسمعوا يا سادة. قالت له: اما القوة فلانه حمل صخرا ثقيلا عندما اراد ان يسقي لنا الاغنام، حمل صخرا عن البئر لا يقوى على حمله عشرات الرجال. واما امانته فانني عندما اردت ان اسير امامه لاريه دارنا، قال لي غاضبا: يا اختاه لا تسيري امامي، وانما سيري ورائي، فانك لو سرت امامي قد يعبث الهواء بثوبك، فارى منك ما حرم الله، سيري ورائي، فاذا رايتني ضللت الطريق فلا تتكلمي حتى لا اسمع صوتك، انما ارمي امامي بحصى من الحصى حتى اعرف اين دارك. لا كلام ولا نظر، لا كلام ولا نظر. مجتمع نظيف كريم لا اختلاط فيه ولا عبث. اما الان فحفلات الثمر في الجامعات، حفلات الثمر والفرق الراقصة، حفلات الثمر والفرق الراقصة، واشهد الله من هذا المكان الطاهر انني بت ليلة امس مؤرخ بسبب جاني شاب وقال: ارجو ان تسمع هذا الشريط فان فيه امرا يطعن فيه. وقلت: اقضي مع الشريط الساعة، فانا لا اتكلم عن شيء الا اذا سمعته باذني. ان كان الله تعالى قد استرد مني موهبة البصر، فانني دائما اقول:
الحمد لله الذي أنعم علي بنعمة العمى حتى لا أرى ما يغضب الله. فأخذت إلى الطريق وسأنقل لكم ما سمعته بأمان، والله على ما أقول. الطريق تصدره شركة من شركات توزيع الشرايط تسمى صوت الغربي، لعلها في محافظة. صاحب الكلمات منشئ ينشئ في الموالد والمجتمعات، لم يجد شيئا يغني به إلا قصة زواج المصطفى بعائشة. فماذا قال؟ ماذا قال؟ اسمعوا ماذا. وأنا هنا لا أناشد المسؤولين، فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه، إنما أناشدكم أن تكونوا على حظ. اسمعوا ماذا قال عن قصة زواج الرسول بعائشة أم المؤمنين. واعلموا أن عائشة أكثر من الصحابة في سمائها وأنصع من ماء الغمام. الأب الأمنط الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنة 1908، حمل في المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن بذاءته أنه سمى عائشة بالجاسوسة الحسناء في بيت محمد. وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول: لو كنت زوجا لعائشة لا أطلقت عليها النار. عائشة التي قال عنها الرسول: والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة. معه ماذا قال منشدنا على شريط الكاتب؟ قال: إن جبريل، أنا أترجم الكلام من العامية الرديئة إلى الفصحى، لكن الألفاظ هي، الذي سيختلف هو الإعراب. إن تنطق هو لا يعرف إلا النطق، إن ترفح فارفح. جبريل نزل على رسول الله بتفاحة، وعلى التفاحة صورة بنت أمورة. فنظر الرسول إلى الصورة وقال له: من هذه البنت الأمورة يا جبريل؟ قال: إنها بنت صاحبة وحبيبة بنت أبو بكر، والله يقول لك اخطبها لنا. دخل أبو بكر على رسول الله فقال له الرسول: يا أبا بكر، إن لي عندك شيئا، أن تزوج لابنتك عائشة. فقال له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، عائشة صغيرة يا خير الورى، يا ابو بكر منورة، يا اللي ريها السكرة، عيني عين على العشرين خيار مصطفى. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ انما سياتي امر. عائشة صغيرة يا خير الورى، يا ابو بكر منورة، على وزن ابو سمرة السكر. وذهب الرسول الى بيت، كما ذهب ابو بكر الى بيت. قال لها: يا عائشة، املئي طبقا تمرا واذهبي الى رسول الله. يقولها على نغمات الموسيقى: وانا استغفر الله، فوالله ما سمعت الا لاعلم واستخرج السموم من افواه الافاعي. املي الطبق بالرطب، وملأ بالطبق، واخذت جارية معها لتعرض التمر على رسول الله او الرطب، ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليقصدها، انما أرسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملأ العين من وجهها وجماله. ودخلت عائشة على الرسول بطبق التمر، ونظر الرسول إليها لكنه لم يتمكن من رؤيتها تمكنا قوي، وهمت عائشة بالانصراف، فأمسك الرسول بكمها هكذا قال المفتري وجذبها. فقالت له عائشة: بتعمل كده ليه؟ ليه نضيع عمرنا هدر وخصام واحنا نقدر نخلق الدنيا الجديدة؟ الشريط موجود. انا لست ادري ماذا بقي من الاسلام، انطعن في بيت النبوة، انطعن في بيت الرسالة. ولو علم هذا الجاهل المجهال الجهول الجهال الجهل شيئا واحد، سأسأله كم كانت سن الرسول عندما تزوج عائشة. هذا الكلام كلام لا يليق إلا بشاب حدث السن، ولا يليق أن يقول هذا الكلام
الا رقيع او صديق او خليع او مائع. اسألك يا سيادة الملك كم كان سن الرسول عندما دخل بعائشة وتزوج؟ هل كان عنده 20 عاما؟ 30 40؟ 50؟ كان عنده من العمر 55 عاما. وكان هو النبي. كان هو النبي وما زال هو النبي وسيظل هو النبي في عصمته وفي ظهره. ألا تعلم أيها الإنسان المفتري أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله ذات يوم يطلبن منه زينة الحياة الدنيا؟ تعال تعال يا مفتري، يا من تريد أن تصلع من بيت النبوة قيسا وليلا، تعال أخرس الله لسانك وفص الله فاك. أنت من سمح لك بتوزيع هذه المسجلات. جلست نساء رسول الله حوله ذات يوم، وجلس الرسول بينهن حزينة، ودخل أبو بكر وعمر بعدما استأذنا، وسأل أبو بكر ماذا يريدن منك يا رسول الله؟ فقال له الرسول والأسى ظاهر على وجهه إنهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. فقام أبو بكر ليضرب عائشة، فاختبأت عائشة بنته مستنجدة برسول الله من أبيها، وقام عمر ليضرب حفصة فلوى عنقها، وعندئذ ماذا كنا يردن من رسول الله؟ تعال إلى بيت النبوة لتعرف من هو النبي وما هو بيت النبي. يطلبن منه الحرير ويطلبن منه الذهب. لو كان النبي ملكا من ملوك الأرض لأحضر لهن ما يريدن ما يريدن. لو كان رئيسا أو حاكما أو غنيا لأحضر لهن الحرير والذهب. أما كان رسول الله ماذا كان رده؟ ماذا فعل؟ هل أحضر حريرا؟ هل أحضر ذهبا؟ اعتزلهن شهرا كاملا في غرفة صغيرة ينام فيها وحده ويأكل فيها وحده. اعتزلهن حتى نزل الأمين جبريل بآيات التخيير. أتدرون ما آيات التخيير؟ صلوا على البشير النذير. يا أيها النبي قل لأزواج إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كنتن تردن الدنيا وزينة الدنيا فتعالوا لأوقع التسريح عليكن، والتسريح هو الطلاق. تعالوا وطلقكن، تعالين وطلقكن، لأن هذا البيت ليس بيت الحرير والذهب، لأنه بيت جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة، والوحي ينزل سلسلا من سلسلة، واللوح والقلم البديع رواه. بك يا ابن عبد الله قامت شمحة بالحق من ملل الهدى غراه. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. المصلحون أصابع جنعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواع. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ظلم ولا شحناء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. ماذا كان في بيت النبوة؟ لم يكن في بيت النبوة سرر مرفوع ولا أكواب موضوعة ولا نمالق مصفوفة ولا زرابي منفوسة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق طالقات. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ونزل الرسول بآيات التخيير وقصد بيت عائشة
وعرض عليها الآيات البينات وقال لها استأذني أبويك في هذا يا عائشة. استأذنيه، هل يريدون الحياة الدنيا وزينتها أم يريدون الله ورسوله؟ فبكت عائشة العاقلة التي روت عن الرسول 2300 حديث، 2300 حديث، وكانت تفتي المسلمين في حياة الرسول وبعد وفاة الرسول. عائشة الناسكة العابدة الحصان الطاهرة الصديقة بنت الصديق سئل الحبيب محمد أي النساء وأي الرجال أحب إليك؟ قال عائشة وأبوها. قالت أستشير أهلي في الله ورسوله يا رسول الله؟ لقد اخترت الله ورسوله. تعال يا مفتري لتسمع ماذا كان طعام عائشة ورسول الله، ماذا كان طعامهما وشرابهما. سئلت عائشة، سألها عروة بن الزبير ابن أختها أسماء وقال لها يا خالة ماذا كان طعامك مع رسول الله؟ فقالت له يا ابن اختي لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة بشهرين ولم توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبخ عليها. شهران كاملان لا يذوقان طبيخا. قال عروة فعلى اي شيء كنتما تعيشان؟ قالت له يا ابن اختي كنا نعيش على الماء والتمر، ماء زائد تمر يساوي طعام رسول الله وامهات المؤمنين، ماء وتمر هذا هو بيت النبوة. يا منشد الغربية اتق الله وجدد ايمانك، فلو مت على هذه الحال ما قبل الله منك شيئا وما قبل منك عمرا. اتق الله، فبيت رسول الله في اعلى عليين، اكثر بيت عرفه العالم، اعظم بيت عرفه العالم، انه بيت جبريل وبيت ميكائيل واسرافيل. اصطلحوا مع الله ليصلح الله علينا البلاد والعباد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في عليائك وكبريائك وأنا واقف الآن بين يديك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع كلمتنا، اللهم فك أسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ابتر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.